وأكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية لا تعاني من أزمات، وتم الإفراج عن جزء كبير من البضائع المتواجدة في الموانئ، مؤكدا على استمرار الأمور في مصر في التحسن. احنا عندنا مشكلة دولار، كان يمكن الشهرين ثلاثة او الاربعة اللي فاتوا كان في مشكلة كبيرة في الدولار الحقيقة، لكن الحمد لله رب العالمين. انا بقول لكم وبقول للناس في مصر الحمد لله الامور، وزي ما انتم شايفين احنا كنتوا بتسمعوا ان في سلع في المواني، الحمد لله احنا كنا وعدنا الشعب المصري ان خلال شهرين هننهي هذه المسألة، والحمد لله احنا انهينا جزء كبير منها وماشيين وما عندناش مشكلة في الدولار، بقولها لينا كلنا يعني.